بحد ذاته نحن البلد اللي عايشين فيه، شو بعد في خطر أكتر من هيك؟ ما بعد في شيء خطر. من بعد الولد بقولوا ما في شيء أغلى من الولد، في البلد أغلى من الولد، وهيدي البلد كلياتها رايحة على الهاوية. أنا أولادي والعالم كله لازم تنزل، ما يضل حدا ببيته ليردوا المصاري يلي سرقوهم. تغيير النظام ما بفيد، بدهم يرجعوا هني ذاتهم وبصورة تانية. إذا ما ردوا المصاري اللي سرقوهم بدنا نضلنا بنفس الحالة، ما في شيء إلا ليردوا المصاري اللي سرقوهم. يعطيك العافية. اللي بيوطن كله ينزل، أنا سرق الولاد كله ينزل على الأرض. نحن عم نطالب بحقوقنا، ما بدنا شيء، ما عم ندق بحدا، كلنا نازلين سلمية خيي، بدنا ناكل، بدنا نعيش بالبلد.